براتو البرازيل. ينطلق السيبوك، المنافسة كبيرة ما بين الصين والبرازيل. الصين في الصدارة، الصين تتقدم، الصين والبرازيل، الصين والمركز الأول. 11-17 العداء الصيني، العداء ليشو مركز أول، ميدالية ذهبية للصين عن طريق هذا العداء الذي يحتل المركز الأول في الترتيب العام. إلى المركز الأول للصيني 11-17 الميدالية الذهبية. والتنافس كان ما بين لي شيو الصيني والبرازيل، والتنافس على الميداليتين الفضية والبرونزية حتى آخر لحظة. شهد الدخول بطريقة جميلة وانطلاقة موفقة كانت للعداء الصيني في الممر الأول. والبرازيل من خلال براتو واللحظات الأخيرة من هذا السباق، وهناك براتو الميدالية الفضية 11-25.